مشاهدينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا علماء المستقبل. مثل ما عودناكم بكل حلقة، مجموعة من علماء المستقبل، من الشباب، من الأطفال اللي هن أملنا، اللي عندهم من الخيال الواسع، اللي حنحاول نحن وياكم مشاهدينا الكرام نتعرف على أفكارهم، نستطلع من خلال تفكيرهم، من خلال معلوماتهم بعض الأمور عن علوم الفضاء والفلك، وبنفس الوقت نحاول نغذي عندهم الروح العلمية، روح الاستكشاف، حل الألغاز، لأنه هنا بالمقابل رح يكونوا علماءنا بالمستقبل. نحن وياكم مشاهدينا الكرام، خلونا نتعرف سوا على علماءنا بحلقة اليوم. فضل عندي، مرحبا. أهلين، شو اسمك؟ زيد زنبركجي. زيد زنبركجي، كيفك يا زيد؟ الحمد لله. يا زيد، شو حابب تصير لما تكبر؟ محامي بالفضاء. محامي بالفضاء؟ يا سلام، تعرف أنه فعلا في شيء اسمه محامي الفضاء؟ يلا يا رب بس تكبر يا زيد تصير محامي وتدافع عن حدودنا الفضائية، شو رأيك؟ ايه. شنو معلوماتك بعلوم الفضاء والفلك؟ ممتاز. جاهز شاركنا فيها وتكون متحمس كتير؟ ايه. وبتعلي صوتك؟ ايه. تسبيني على غرفة التحكم؟ ايه. اتفضل لعندي. مرحبا. اهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ بشر بديرة. بشر بديرة، كيفك يا بشر؟ الحمد لله منيح. كيف معلوماتك بعلوم الفضاء والفلك؟ منيح الحمد لله. أمورك فيها تمام؟ ايه. شاركت شي مرة بنشاط بفعالية بالفلك؟ ايه، في جامعة فاروق. ورصدت بالتلسكوبات مثلا؟ ايه. شو شفت بالتلسكوب؟ شفت الشمس، شفت زهرة، وشفت صحف. الشمس شفتها بالتلسكوب ولا بنظارات خاصة؟ لا بالتلسكوب. وفي عليه فلتر كام مو هيك؟ ايه طبعا. شفت البقعة الشمسية؟ جاهز لتشاركنا بالمعلومات تكون متحمس معنا؟ ان شاء الله. يلا على غرفة التحكم الارضية. تفضل لعندي، مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ زين عبدين. اهلا وسهلا يا زين، كيف صحتك يا زين؟ الحمد لله. كيفك بعلوم الفضاء والفلك؟ منيح. امورك العلمية تمام؟ ايه. شو حابب تصير لما تكبر؟ رائد فضاء. سلام رائد فضاء. طيب انا وياك من كمان ناقش موضوع رواد الفضاء هيك، نشوف يا ترى شو ايجابياته وشو سلبياته. مهما كانت ايجابياته وسلبياته، جاهز تصير رائد فضاء؟ ايه. طيب بدك تعطينا اليوم معلوماتك الحلوه؟ ايه. بحماس؟ ايه. سبيني على غرفة التحكم الارضيه؟ ايه. تفضل. ختامها مسك، تفضل لعندي، مرحبا. اهلا. اسمك؟ يوسف اسماعيل. يوسف اسماعيل، كيفك يا يوسف؟ الحمد لله. امورك كيف في علوم الفضاء والفلك؟ الحمد لله منيحه. بتحب هذا العلم؟ ايه. لما تقرا شي كتاب او بمنهاجك عن علوم الفضاء والفلك تنبسط ولا بتقول هذا ممل؟ لا بنبسط كثير. ليش تنبسط؟ لانه معلومات بتفيدني لبكره. بتحب هذا العلم يعني؟ ايه. شو حابب تصير لما تكبر؟ دكتور. دكتور؟ بتحب تصير طبيب فضاء مثلا، طبيب لرواد الفضاء اللي بيشتغلوا بالفضاء؟ ايه. بتعرف انه بيشتغلوا بالفضاء معهم طبيب دائما بيشرف على حالتهم، في مقاييس بجسم رائد الفضاء بيطلع عليها الدكتور. ايه. شو رايك تصير هذا الطبيب؟ ايه. يكون اول طبيب فضاء بسوريا. ايه. سبيني على غرفة التحكم الأرضية؟ يلا. إذا مشاهدينا الكرام، هي المجموعة الجميلة جدا يلي معنا، كونوا معنا لنفتح ملفات حلقتنا لليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع علماء حلقة اليوم لنفتح ملف ممتع، ملف شيق بالنسبة للأطفال، ملف بيستهوينا حتى نحن الكبار. برجع برحب فيهم يوسف وزين، وزين هو بشر. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. شلونكم اليوم؟ الحمد لله. مين منكم بيطلع رائد فضاء؟ أنا. زين، يوسف، أنتم إذا هذا الطرف رواد فضاء، هذا الطرف مو رواد فضاء، ما بتحبوا تطلعوا رواد فضاء؟ لا. ليش؟ تعال نسمع بشر أول شيء. انا بحب العمل بس ما عندي مثلا فكر احلى بالشغل. شو عم تفكر تشتغل؟ قلت لي طبيب يمكن مو هيك؟ لا برمجة. برمجة. انت حابب تشتغل برمجة؟ اه. كثير حلو. طيب ليش ما حبيت شغلة رواد الفضاء؟ متعبة. كثير حلو، ملاحظتك مهمة على فكرة، انا بايدك عليها. لازم نكون دقيقين كثير بالمركبة. يلا جاي لعندك زين، بس نسمع زيد. وكمان بصير مع مرض اسمه هشاشة رايزان. حلو، يعني كمان عندهم امراض. طيب انت زين، لانه لازم نكون دقيقين كثير بالهي بالمركبه وتعلمنا الدقه. طيب انت ليش بدك تطلع رائد فضاء؟ طيب لانه متسلي.
مشان تسلاي؟ مشان كمان نكتشف شيء جديد. نكتشف شيء جديد. يوسف البطل؟ ممكن مروان فضائي يصير ضعف بالنظر. طيب بده يصير كل هالشيء وانت قلت لك تصير رائد فضاء؟ ليش طيب؟ مشان نكتشف المجموعة الشمسية. طيب تعالوا احنا وياكم هلا ببداية حلقة. يوسف وزين قال بدنا نصير رواد فضاء، بشر وزين قال ما بدنا يصيروا رواد فضاء. من هون لاخر الحلقة نشوف يا ترى الاجمل نصير رواد فضاء ولا الاجمل انه ما نصير رواد فضاء. تعالوا نقضي يوم مع رواد فضاء، شو رايكم؟ عفوا اول شيء على قلبكم، اول شيء شو بيعمل رائد فضاء؟ اول ما تفيقوا شو بتعملوا انتم؟ بعدنا نغسلوا وشكم وكذا، حبلش عندك يوسف؟ لا قبل فرش اسنان. رياضة. لا فطور ما بتفطروا؟ شو بتفطر زين؟ بيض، جبنة، لبن. يعني تفطروا؟ ايه بفطر. تعالوا نشوف رواد فضاء شو بيفطروا، شو رايكم؟ تعالوا نشوف. هي رائد فضاء عم يعرفنا عن حاله. ياكل اكل بسيط كثير. هي الاكل اللي كان من سابق مع العصارات بياكل. تمام، هذا الاكل الجديد. ياكلوا عصارات مشان ماي والمرح والفلفل بالعصارات. طيب دقيقة خليني ارجعكم شوي شوي شوي، خليني ارجع لكم واحد واحد. ما يجي بعيونه. طول بالك زيد، خلينا نشوف شو راح ياكل رائد الفضاء. شوف هي رائد الفضاء هلا حيفرجينا شو فطوره. بده يفطر شيء مغذي مفيد طيب ويعطيه طاقة. طيب هي حنشوف. شايفين شلون بيطير الخبز وكل شيء بيطير بمحطة الفضاء؟ طيب تعالوا نشوف شو حيفطر. جاب الخبز. ما في عندهم كل. طيب خلونا نشوف. هي الخبز بالمركبة ولا بالمحطة؟ لا بمحطة الفضاء الدولية هي. 18 شهر مدية الخبز اللي عنده، هي الخبزة. شوفوا هي الخبزة شلون محطوطة ومغلفة، وهي الزبدة. وهذا شو ها؟ زيت. لا عسل. عسل. برافو بشر. اذا بياكلوا زبده وعسل فطورهم. شوفوا طلع على الخبزه، هاي الخبزه طارت من ايده. بده يمسكها منيح. فتح الزبده. شوف المقص. ليش مربوط المقص؟ عشان ما يطير. برافو عليكم، برافو عليكم. قص الزبده. هاي حطها هلا الزبده. حط الزبده وبعد منها العسل. حط العسل. حنشوف شنو. شوفوا شنو له لزقه فوق مشان يلزقها. انتبهتوا انه براسها في لزقه مشان ما تطير. حط العسل وحياكل. شهانه الزبده والعسل مو هيك؟ طيب خلينا نوقف هون نحن ونسال السؤال التالي. زيد ليش عسل؟ لانه بيعطي الطاقه. برافو عليك زيد. زين ليش عسل؟ لكن اللي بيعطي الطاقه. قال زيد لانه بيغذي وبيعطي بيغزي. طاقه. قال زيد اعطيني غيره. زين لانه بيغذي. اللي يوسف بيفيد صحته. طيب غيره يوسف بشر. انا ما عرفت. طيب شو عندكم؟ طيب عسل بيعطي طاقه، اتفقت انا وياكم، بس في سبب ثاني استخدم العسل فيه. مغذي. غير مغذي وبيعطي طاقه. لانه بفيد. لا لانه ما في غيره على المحطه، لانه ما فينا ياكلوا غيره. واذا اكلوا حط عليه ملح او فلفل او فلفل ممكن دول حبات يفوتوا بفي كلامك صح. وهي ما عاد نقدر نتنفس. صح زين، بس بيهم ياكلوا شو ما بدهم. بس ليش العسل بالذات؟ ما جاوبتني. بيساعد بيعطي طاقه يعني نفس المصاب. طيب حقرب لكم اياها. مين منكم بياكل عسل؟ انا. تاكل عسل؟ طيب بشر لما تاكل عسل لما تاكل شو بتحس بايديك؟ دبقه. ليش بشر؟ لانه في كثير سكر. في كثير سكر. شو رايك زيد؟ شو بيعمل العسل؟ بدبق الايدين. بدبق يعني بنقول مثل انه بدبق بلزق صح؟ بلزق بالايدين. طيب هذا الكلام ما بيخليه اذا حطينا عسل على الخبزه بمحطه الفضاء شو بيصير فيها؟ شو بيصير بالعسل؟ ما عاد يطير. ما عاد يطير. برافو بشر. مشان هيك بيستخدموا العسل. العسل لانه مفيد. زبده وعسل. ولاحظتوا لي الخبز شلون شكله؟ كمان بيحطوا الخبز باكياس. بيحطوا الخبز باكياس خاصه بهم. بيحطوا الخبز باكياس. كثير حلو هالكلام. طيب تعالوا كمان نشوف مثلا بعد ما ناكل نحن ونفطر. قلتوا لي انتم شو بتعملوا الصبح كمان؟ قلتوا لي كلام حلو. بنفطر. ايه شو بتعمل بعدين؟ شو بتعمل زين؟ بنفطر بنفرش اسنان بعدين بنروح نلعب الرياضه. لا دقيقه واحده 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 واحده. بعد ما تفطر شو بتعمل؟ فرش اسنان. فرش اسنان. شو رايكم نشوف نحن وياكم شلون بفرشوا اسنانه؟ ايه تعالوا نشوف شلون بفرشوا اسنانه ونناقش هذا الموضوع. ما في مكان يكبوا فيه
هذا المدين بيبلعوه. بيبلعوه بدون مي، معجون خاص خاص بالاسنان بدون مي. معجون خاص بالاسنان بدون مي بيبلعوه. خلينا على الفيديو، تعالوا نشوف الفيديو نحن ونناقش. شو هذا هلا كام؟ شو هو ميكروفون وي فرشايته والكيس هذا كيس المي. بيشربوا هن بالقطار. هلا قال لي يوسف انه ما بيستهلك مي. تع هي ايدي هي، لا في مي هيك بايده، في مي. لاحظوا طلع المي تبعه، شاف شايفين هالصمام؟ هذا صمام. شو هذا؟ عدم رجوع، عشان ما يرجع المي للكيس. خلص لما يطلع قطرة المي، شايفين شلون بتصير قطرة المي؟ شايفين حجمها؟ لاحظوا بتضل قطرة. أخذها على الفرشاية. إذا بيستخدم مي إجباري. بس شوفوا شلون لزقت على الفرشاية المي. مو مثل عنا بتطير. إيه مو مثل عن، لا بتطير عن، ما بتطير. تمام، شوفوا شو حيعمل فيها المي. شوفوا شو طلع يا لطيف. لاحظوا معي شو عمل بالمي؟ بلع، حط بتمه عشان بس يبلل تمه. هلا هي المعجون، شوفوا المعجون، معجون اسنان. طبعا هذا المعجون مثل ما قلت يوسف خاص برواد الفضاء، بيبلعوه عادي. بيبلعوه عادي، ما بيضر المعده. تعالوا نشوف يوسف وبشر وزيد. هي لزقوا، لاحظوا شلون لزقوا بمكانه؟ فرش اسنانه عم يفرشي، فرشاه ونظفهم، لانه اجباري لازم يفرش اسنانه، عم ياكل عسل. برافو بشر، بيسوس اسنانه. وهنيك اذا سوس اسنانه ما في دكتور اسنان. لاحظوا شلون عم يفرش اسنانه؟ خلص فرش اسنان، عم يقول انا ما فيني طلع هذا المعجون لبرا. شوفوا شو حيعمل هلا بعد ما فرشه ونظف اسنانه منيح، شايفين كثير منيح لانه ما في مجال لتسوي. شوفوا شو عمل هلا، طلعوا. لاحظوا معي انتم مشاهدينا الكرام، ضيوفي ومشاهدينا، شوفوا شو عمل. بلعوا مثل ما قلتوا لي، بلعوا لانه ما بيصير يكبه، فبلعه بكل بساطه. لكن هذا معجون خاص، مو مثل معجون اللي ببيوتنا، هذا معجون خاص ممكن بلعه، اما المعجون اللي ببيوتنا ما فينا نبلعه. طيب بعد منا لاحظوا هل لابس رائد الفضاء بدله فضاء؟ لا. ليش يا زيد؟ لانه لا هو بالمركبه. بالمركبه ما له بحاجه بدله فضاء؟ لا. ليش؟ هلا بنرجع، طولي بالك، خلينا نتابع الفيلم بعدين برجع لك، فكر فيها. شو عمل بعد ما بلعه؟ شرب مي. لاحظتوا؟ شرب مي وخلاص. ونظفها للفرشاية. لاحظتوا كيف؟ اللي زيد، ليش مو لابس بدلة فضاء رائد فضاء؟ مو رائد فضاء لازم يلبس بدلة فضاء؟ لأنه ليش يا زيد؟ زين دقيقة نسمع زيد. وقت ينزل بيربط البدلة هي بحبلة مشان ما يطير. طيب بالمحطة ليش مو لابس بدلة فضاء؟ شو رأيك بشو؟ مسكرة ما فيني يطلع من الحتة وعيده يفتح البوكس. مسكرة حلوة، إلي يوسف. لأنه بقلب المركب فيه أكسجين. لأن بقلب المركب فيه أكسجين، حلو. شو رأيك زين؟ لأنه ممكن في أكسجين كمان فينا نتمسك. فينا نتمسك. طيب يعني شو كمان في شيء ببالكم؟ نحن ليش بنلبس بدلة رائد؟ ليش مو نحن؟ ليش رواد الفضاء بيلبسوا بدلة رائد فضاء؟ مشان إذا طلعوا من المركبة ما يضيعوا. مشان اذا طلعوا من المركبة. لا وفيها اكسجين. دقيقة خلينا نسمع زيد عشان نسمع بعضنا. في اسطوانة اكسجين مشان هي برات المركبة ما في اكسجين. برات المركبة ما في اكسجين، اذا فيها اكسجين كثير حلو. غير الاكسجين اللي زين. شو يا زين؟ اللي يوسف؟ ممكن يتصلوا مع، اذا ضاعوا ممكن يتصلوا مع المحطة. حلو كثير، اذا ضاعوا ممكن يتصلوا مع المحطة بدلة الفضاء. اللي زين؟ لانه بالفضاء ما في اكسجين، عشان هيك بيلبسوا مشان تعطيهم اكسجين يتنفسوا. قالوا لي اكسجين، بس كمان في نقطة كثير مهمة. الشمس ترسل أشعة ضارة، نحن مين بيحمينا من أشعة الشمس؟ مين؟ الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. وإذا اجت كثير هي أشعة الشمس، إذا اجت كثير قوية بتكون ضارة. ضارة. طيب مين بيحمي؟ برجع لعندكم انتم بشر وزيد، مين بيحميهم رواد فضاء من اشعه الضاره؟ البدله. بس بمحطه الفضاء مين بيحميهم؟ الغلاف الجوي. لا أمين. لا المركبه. المركبه. برافو زيد. طيب انا قلتها ما نفس الشيء. برافو انت وياه زيد وزين. طيب هلا رائد الفضاء زعل، بده يبكي. شلون بيبكي رائد الفضاء؟ تعالوا نشوف. شو بصير بشر؟ بيطير دمعاته. بشر قال لنا بيطير دمعاته. اي رائد فضاء عم يحاول يبكي، ما بكي. عم يحاول ينزل دموع، ما نزلوا دموعه. ما قدر ينزل دموعه، ليش؟ عم يقول لنا ليش؟ انه غلط بشر، ما بينزلوا دموعه بمحطة الفضاء، حيحط دموع اصطناعية. لاحظوا حط دمعة اصطناعية. لاحظوا حط دمعة، شو صار بالدمعة؟
ضلت ضلت مش زيد. برافو زيد، لاحظتوا؟ ضلت ضلت ما عم تنزل، ما عم تنزل، حيكترها بركي بتنزل. ما نزلت، طرفلنا عيننا وما نزلت، صرنا نحن رح نبكي وما نزلت. لاحظت شلون بتضل بتلزق بجلد رائد الفضاء؟ شايف شلون عم يحركها؟ بتضل ملزقه فيه، ما بتوع لحتى يجي يمسحها. لاحظتوا كيف؟ اذا ما فينا نبكي بمحطه الفضاء. كمان هي نقطه كثير مهمه. مين قال لي انه بياثر على العين بالفضاء؟ حدا قال لي؟ ممكن قال لي زين. لا، بياثر على العين وتصير ما عاد نشوف منيح. ليش؟ قال لي يوسف. بالضغط بالجمجمه. الضغط بالجمجمه، برافو. شو بيعمل؟ بيخلي ضعف النظر قليل. بيخلي ضعف النظر، بيلعب شوي النظر. مزبوط. كثير رواد فضاء يا شباب عانوا من موضوع الفضاء وضعف البصر. طيب رائد الفضاء احيانا بيضل ايام، احيانا اشهر. في رائد فضاء هي حاطه من الرقم القياسي. برافو عليك. 800 يوم. احسنت، يعني سنتين تقريبا وشوي. تخيلوا يبتعد عن اهله سنتين وشوي. هذا الرائد الفضاء يلي ضل مده طويله، قديش قلت لي زيد؟ 800 يوم. هذا شعره رح يطول، دقنه رح تطول، هيك بتصير دقنه، هيك بتصير شعره. لكن بدنا حلاق بالمحطة الفضاء الدولية. بكون في لون ادوات خاصة. شو زيد؟ في لون ادوات خاصة. بشر شو رأيك؟ بتحلق الشعر وبتغلب زي سحب لجوا. سحب لجوا، كثير حلو. شو رأيك يوسف؟ كمان عنده ادوات خاصة بالحلاق بالفضاء. يعني ما فينا نبعت حلاق؟ نفيد الحلاق يا يوسف، خلينا نفيد الحلاق. نبعت حلاق لمحطة الفضاء، مو حرام عليك، اشتغل الحلاق فوق. شو رأيك؟ بكون في حلاق زين. في حلاق انت عم تقول زين، بيبعتوه بيتصلوا قالوا حلاق اطلع لفوق. لا بكون في هني قاعد هني. شو رايك يوسف؟ بيطلع معهم بالمركبه هنيك. طيب زين، هلا بهالبساطه نقدر نطلع حلاق لفوق؟ لا. شو رايك زيد؟ لا. اذا قلتوا لي في ادوات خاصه، يعني ما في داعي للحلاق. طيب تعالوا نسال رائد الفضاء، كيف بتحلق يا رائد الفضاء؟ تعالوا نشوف شو بجاوب. هاي رائد فضاء رح يحلق. عم يقول دقنه طويله وشعره طويل، اذا ضل فتره طويله رح يعاني من مشاكل بالشعر وبالتالي لازم يحلق. في ادوات خاصه، هي معجون الحلاقه اسم حتى فلكي. هذا المعجون له ميزه فلكيه انه ما بيتطاير، بلزق وبيساعد على نعومه الحلاقه. هي ادوات الحلاقه، الشفره العاديه. شوفوا شلون؟ شفره عاديه ولا خاصه؟ لا شفره عاديه، بس شوف شو حيصير هلا. شوف شلون بيمسحها، ما بيكبون، بيمسحها بمحرمه. هي حلاقه الدقن مو الشعر، بادواته الخاصه بيحلق دقنه، بس ممنوع تطول الدقن، ممنوع عشان يحلقها بسهوله. طيب اذا بده يحلق شعره، عم يقول هلا الدقن. تعالوا نشوف اذا بده يحلق شعره شو حيعمل. شوفوا راح عند حلاق، عند مكان يحلق فيه شعره، تمام. حنشوف نحن وياكم كيف حيحلق شعره، حنشوفها أنا وياكم عند الحلاق يلي بيحلق الشعر بمحطة الفضاء الدولية. طبعاً نحن عم نحكي عن الرواد، هلا حتشوفوا الرائدات، لأن الرواد والرائدات بيختلفوا. هلا يعني في هدول حلاقين بالمحطة؟ لا، تعالوا نشوفها ليكو حيجاوبنا. لاحظوا معي، شوفوا الآلة، هي كلها آلة للحلاقة. شايفين قديش كبيرة؟ شوفوا مثل ما قال لي بشر، شايفين تشفط بالاي اس اس بمحطه الفضاء. بمحطه الفضاء في لها ماكينه خاصه ليكا. لاحظوا معي قديش طويله، بتمسك. ليش بتمسك؟ مشان ما يطير. مشان ما يطير. شايفين شلون عم يحلق له؟ شايفين مثل مكنسه الكهرباء يلي بالبيت. لا هذا شخص عادي ولا حلاق؟ لا شخص عادي. اي رائد فضاء رفيقه، مو ضروري يكون حلاق، لانه الاله ما بدها حلاق. مثل مكنسه الكهرباء. لاحظتوا كيف؟ شوفوا صارت حلاقته ظريفه نعيما. اذا ما في داعي يطلع حلاق لمحطه الفضاء الدوليه. في هون يعني هيك لبعضه. طيب خلينا نفكر، اذا بدهم مثلا، اذا انكسر شيء عندهم، او قبل ما نقول اذا انكسر شيء عندهم، اذا بدهم اول شيء نبلش بالمي. بشر شلون بيشربوا مي رواد الفضاء؟
بكياس اللي شفناها. طيب الكياس هي من وين بجيبوها؟ بنحكي؟ لا لا طول بالك حنسمع عم بشر. اللي بشر. بالأرض بيأخذوها وبروح. حلو كتير إذا بيبعتوا لها إياها من الأرض. لما حطت فضاء دولية شو رأيك زين؟ بجيبوا معنا. بجيبوا معنا يعني أنت بتأيد كلمة بشر. طيب بجي لعنكم يوسف الأكل. الأكل من وين بجيبوهن؟ من الكرة الأرضية بحطوها بالكياس بس الكياس خاصة فيهم. بكياس خاصة فيهم بياخذوا لهم الأرض. شو رأيك يا زين؟ المي بيصنعوها صنع من عندهم. المي بيصنعوها كيف؟ في آلات خاصة يعني بتحط لها نار مع أكسجين وهيدروجين. دقيقة شوي فينا نشعل النار بمحطة الفضاء الدولية؟ لا لا. ليش؟ بكون لأنه ما في أكسجين. طيب ليش لابس برعاية فضاء مو لابس بدلة إذا ما في أكسجين؟ ممكن أي لأنه ما في جاذبية. يعني في أكسجين ولا ما في أكسجين؟ في أكسجين ممكن. لكن فينا إذا شعل النار شو بيصير بالنار؟ تنفجر. برافو يوسف. ما بعرف بحط لها أكسجين مع هيدروجين هدول يعني بيخلطهم مع بعض وبيصنع مي. ليش إذا محطة الفضاء قريبة مثل ما قال بشر بنحل القصة كلها نبعتها من الأرض مو أسهل؟ أسهل برأيي. صح ولا لا؟ صح كثير حلو. لا عن جد بالفضاء على بعض الكواكب بصير مثلا مثل عواصف. في بعض الكواكب بصير عليها عواصف. طيب إذا خلينا نتفق مع بشر إنه بيبعتوا له المي أرسل. طيب تعالوا نشوف الأكل. الأكل شنو قلتوا لي؟ تعالوا نشوف زين. في منهم بالعصارات وفي منهم لا مثل المعجنات. برافو عليك. تعالوا نشوف. هي محطة الفضاء الدولية عم نحكي عنها. تعالوا نشوف شو بياكلوا رواد الفضاء. لاحظوا عندهم رواد الفضاء اللي عم تطلع على ارتفاع 400 كيلومتر. هي محطة الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر. هي تفاصيلها هيك بتشوف الأرض وتفاصيلها. لا الفضاء بعيد عن الأرض 400 كيلومتر. لا أكثر بكثير. الفضاء بعيد. فضاء شاسع. بس المحطة بي لاحظوا الشنطة هي حقيبة الطعام. هي حقيبة الطعام. لاحظوا فيها تفاح. بس كله مثل ما قلتوا لي شو يوسف؟ بحطوها بكياس يعني. برافو عليك. مثل ما قال قليلة من المي. تمام مثل ما قال يوسف كلها بكياس خاصة بشكل مشان ما تجي عليها الميكروبات. دقيقة هون انت حكيت كلمة مهمة زين. ما تجي عليها الميكروبات. ميكروبات منين تجي؟ شو يعني ميكروبات؟ يعني الفيروسات الجراثيم. في جراثيم بالفضاء او بمحطة الفضاء؟ دقيقة خلينا نسمع زين. من وين تجي يا زين؟ شو رأيك بشر؟ الأرض تمنع عم يجيبوها ومتقفتين عليها. هل أصدق أخذينا معهم على محطة الفضاء؟ شو رأيك زين؟ لا ما في ميكروبات أو جراثيم؟ شو رأيك؟ لا بكون في بكون في بكون في بجوز هنهم يأخذوا مثلا تفاح. بكون إيديها مثلا مجرسم بيأخذوا إيديها هنهم مجرسم. كثير حلو يوسف. إذا الجراثيم بيكونوا بكون في جراثيم بإيدينهم بهنن. طيب ليش ما لازم يكون في جراثيم؟ بمعنى ليش لازم تكون بيئة محطة فضاء معقمة كتير؟ إنه مشان يعني إذا أكلوا شيء شغلة ما يمرض. يعني مثل الأكل مشان يعني يمرضوا. ليه أدي أزيد خلينا نسمع زين. مشان ما يمرضوا ولازم يغسلوا إيديهم ويعقموا إيديهم قبل ما يأكلوا شيء مشان ما لأنه مستحيل يعني يبعتوا دكتور. برافو عليك زين لقطة. إذا ما فينا نحن نبعت دكتور لفوق على الفضاء مو سهلة إنه نبعت دكتور للفضاء وبالتالي لازم تكونوا نضاف تماما. طيب يوسف شو بيأثر الفضاء على جسم رائد الفضاء؟ إذا ما لعب رياضة كل صباح. ما لعب رياضة كل صباح إيه؟ بيصير في ضمور بالعضلات. بيصير في ضمور بالعضلات. إذا لازم رائد الفضاء. كمان بيلعبوا هناك مشي على آلة المشي بيربطوا حالهم وبيمشوا. لأنه بيربطوا حالهم عشان ما يطيروا. تمام. بيربطوا حالهم بشغلات وبيقعدوا بيمشوا. بيقعدوا بيمشوا. طيب كثير حلو. إذا دائما عم يمشوا عم يلعبوا رياضة. طيب شوفوا لاحظوا هون كمان شنو عم يحلق لرفيقه. إذا اتفقنا إنه ما بدنا نحن حلاقين رفقاتهم بيحلقوا لبعضهم. شايفين الآلة هي مثل شوفوا شلون بيناموا. لاحظوا شلون بيناموا. بالبدلة وبيربطوها بالبدلة. لاحظوا ليك. أنا بعرف. اللي يوسف. بأكياس مثبتة بالجاذبية. ليك مثل هي. بأكياس مثبتة بالحيط. شو عم يحط يا حزرك على ال حليب. حليب لا. كريمة. لا. قصة؟ لا. عسل؟ لا. مي وسكر؟ سكر. مشان تطلع حلوة لأنه ما بتكون حلوة. شايفين الأكل شلون بيكون هيك؟ مي وسكر شو حطه؟ على الفريز فطيرة الفريز لأنه ما بتكون فيها سكر. لاحظوا أكلهم شلون بيكون مجمد هيك؟
وعم ياكلوا كاجو. شو هالاكل؟ هلا اكل هيك اكل مجمده مثل مكسيكي، دجاج مكسيكي بس مجمد، بيكون هيك والزيت جامد. شوفوا الكاجو ما عم يطير لانه بالقلبه. شوفوا شلون هي مثلا مثل بحطوا لها مي مثل العجينه مثل ما قلتوا لي قبل شوي. صارت اكله العسل، اتفقنا نحن وياكم انه من اهم شوفوا لاحظوا العسل كيف مشان ما بيطير، مشان هيك من اهم اكلاتي اللي عنده. لاحظوا نفس الخبز كمان بيعملوا، بيقوموا بمهمات منها تنظيف محطة الفضاء، ترتيبها، تصوير الأرض، شايفين تصليحات. شو عم يسوي هلأ؟ عم يصلحوا. شو هادي رفعوه هيك؟ عم يصلحوا، شايفين عم يصلحوا، شايفين شلون بيطيروا؟ لاحظوا الكبلات دائما لازم يكونوا كل كبل لاحظوا عليها ورقة عشان يعرفوا كل كبل لوين رايح. شوفوا شلون بيتحركوا. ليش يوسف يسبحوا سباحة؟ بكون ما في جاذبية؟ أرضية. ما في جاذبية أرضية؟ لا. في غرف فيها جاذبية بيمشوا عليها عادي، وفي غرف لا. يعني في غرف بيشغلوا جهاز تشتغل جاذبية وغرف لا؟ شو رأيك زين؟ بكون تحت مشان إذا طاروا بالهواء، كمان فوق بكون دقيقة خلينا نوقف نناقش هذا الموضوع. تحت بكون في شغلة مثل حدايد مشان نتمسك فيها مشان ما نطير. إذا طاروا كمان فوق بيكون في حدايد عشان إذا ننزل لتحت. طيب هلا عم يقول يوسف إنه في غرف فيها جاذبية وفي غرف ما فيها جاذبية، شو رأيك زين؟ لا. شو لا؟ يعني كله في جاذبية؟ لا. كله ما في جاذبية؟ كله ما في. إيه ما في جاذبية؟ شو رأيك بشر؟ ما في جاذبية بأي غرفة. شو رأيك زيد؟ ما في جاذبية أبداً. ما في جاذبية أبداً. أبداً. هيك رأيكم؟ إيه. شو رأيكم؟ رأيكم انه ما في جاذبية ابدا؟ عشان هيك بيطيروا؟ طيب انا بخالفكم بالرأي. الارض القمر بيدور حول مين؟ الارض. ليش؟ مشان ما يضل مشان بس شو السبب اللي بيخليها تدور؟ مشان ما تضل الشمس. شو زين؟ اذا ضلت الشمس ما فينا ننام، بس تجي القمر بنقدر ننام. لا مو هذا سؤالي، سؤال يوسف. ممكن يصير عملية المد والجذب. ليش بيدور القمر حول الارض؟ بشر. طيب ليش معلومة. طيب ليش الارض بتدور حول الشمس بشر؟ مشان الفصول الاربعه. دقيقه شوي. شو بشر؟ زيد. مشان الفصول الاربعه. لا، مين اكبر شيء بمجموعتنا الشمسيه؟ الشمس. مين جاذبيته الكبيره؟ الشمس. فشو بتساوي بالكواكب؟ بتعطيهم جاذبيه. تجذبهم، فشو بيساووا؟ بيدوروا. بيدوروا حولها. طيب الارض القمر مين بيجذب الارض ولا بتقدر الارض تجذب القمر ولا لا؟ لا بتقدر. تقدر يوسف ليش؟ لأن عنده جاذبية أقوى من جاذبتي. برافو عليك. فشو بصير بالقمر؟ بيدور. بس القمر أبعد من محطة الفضاء الدولية. محطة الفضاء الدولية أقرب للأرض، فبتجذب الأرض ولا لا؟ لا. لا. إيه شو رأيكم؟ شو؟ تجذبها؟ تجذبها. بشر؟ ما بتجذبها. لا فعلياً الأرض بتجذب محطة الفضاء الدولية، وما في مكان بالكون يا شباب. ما في مكان بالكون ما في جاذبية. بكل مكان بالكون في جاذبية. بمحطة الفضاء الدولية في جاذبية، لكن الجاذبية بمحطة الفضاء الدولية ضعيفة. عشان هيك رواد الفضاء بصير. إذا في جاذبية. تعالوا نكمل مع يوم مع رواد الفضاء نشوف شو عم يشتغلوا. هذا أحد رواد الفضاء عم يفرجينا المحطة. شوف شو مكركبة كلها تجهيزات. هلا فوق ما في نسبة عنده؟ ما في مسبح؟ لا طبعا المي بتطير، شلون بده يسبحوا؟ ما بيزبط، مستحيل. لاحظوا هي كلها تجهيزات. هي شو عم يجهزوا؟ عم بيعملوا تجارب على النباتات. نعم عم يصنعوا مركبه. لا هي المركبه جاهزه بس هم بيعملوا تجارب فيها على حياه عليهم. شايفين عم يفوتوا من غرفه لغرفه، بيطلعوا على الارض، بيصوروا الارض. وهي مثلا احيانا بتصوروا هيك صور لاهلهم لعائلتهم، بيعملوا احتفالات. هيك عامل قناع مو فيروس كورونا، صار في اقنعه. فعم فرجينا انه شلون بيحطوا هن كمان كمامات. لاحظوا من غرفه لغرفه بينتقلوا. ممكن هو صانع هالكمامه. ايه ممكن يصير هو يصنعها. ما في ولا غرفه ولا فيها جاذبيه؟ كلها كل مكان، لكن ضعيفه عشان هيك بيطيروا. هيك بتفش يعني حاله دفشه صغيره. كل الكره الارضيه في يعني كل العالم في جاذبيه، بس بتكون اقل. بتكون اقل بمحطة، فشان هيك شايف شلون بيصيروا طيران، لانه بتكون اقل. شوف شلون بيزتوا لبعضهم الاغراض لانه جاذبيه ضعيفه، بيزتوا له اياها. شوف قديش كبيره هي، ورغم هيك دفشه صغيره
بتصير عنده وبترتبها. هي الرياضه قلتولي عليها. طيب بشر ليش بيلعبوا رياضه؟ عشان يقووا. دقيقه شوي بشر، عشان يشعروا كوكب الارض انه ما بيعرفوا شو بيكون. برافو عليك، عشان هيك بيلعبوا كل هالانواع الرياضه. شو كمان شو رايك زين؟ بتقوي العضلات. بتقوي العضلات، وقفت انا نشوف شلون بتقوي العضلات. شو كمان؟ اللي بتساعدهم بتنشطهم اكثر. بتنشطهم اكثر، شو كمان؟ اذا ما لعبوا رياضه يمكن يسوفوا ضمور بالعضلات. ليش؟ برافو عليك يوسف، فكره كثير ذكيه. ليش؟ ليش بصير في ضمور بالعضلات؟ لانه بكون دقيقه 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 زين دقيقه زين. اللي يوسف جوابك صح، بس ليش؟ شو يخلاك تقول انه بيحصل ضمور بالعضلات؟ تعالوا نشوف مين بده يطلع دكتور. قال لي انت زيد، مو انت بدك تطلع طبيب؟ لا مين بده يطلع طبيب فيكم؟ انت قلت لي يوسف. لك مش هيك قلت لي ضمور بالعضلات، فورا شخص طبيا. طيب بشر شو رايك ليش بيصير عندهم ضمور بالعضلات؟ بتبعد العظام. ايه؟ لانه في فضاء. في فضاء، شو بيصير بالعظام؟ تتبعد. تتبعد. طيب زيد شو رايك؟ نرجع لعندك زيد. زين لانه ممكن اذا رجعوا بتعطيهم طاقه، عشان اذا كل يوم ما لعبوا طاقه ممكن يرجعوا ما يعرفوا يمشوا، بدهم يصيروا يعني بدهم يضلوا يمشوا على هلون بعدين لحتى ترجع. لا انت عم تقول لي تعودوا. انا سؤالي ليش بيحصل عند رواد الفضاء ضمور بالعضلات يوسف؟ ممكن يتبعد، ممكن يتبعد العظام والعضلات. هذا كله سبب، بس سبب ناتج عن شو؟ شو هذا الشيء اللي بيعملنا تباعد بالعضلات او ضعف بالعضلات، هشاشه في العظام؟ عدم المشي. عم يمشوا. طيب عدم، مو عدم المشي، في شيء ثاني. عدم لعب الرياضه. عم يلعبوا رياضه، في شيء ثاني. ما عم يتحرك كثير يعني. ما في شمس. لا شو وضع الجاذبيه عندهم؟ لا ضعيفه. ضعيفه. طيب ليش نحن بنوقف على رجلينا؟ لانه في جاذبيه. في جاذبيه. اذا لانه عندهم ضعف. احنا عندنا جاذبيه قويه ولا لا؟ قويه، لكن محطه الفضاء ضعيفه. ضعيفه، فبالتالي هذا الشيء شو بيعمل لهم؟ لا احنا عندنا بالكره الارضيه عندنا نحن اكثر جاذبيه من بعد الشمس. لا كل ما كبر الكوكب كل ما جاذبيته اكبر، وبالتالي نحن الارض حسب كتلتها جاذبيتها، مثلا المشتري جاذبيته اكبر. اذا لانه بمحطه الفضاء ما عندهم او بيشعروا او جاذبيتهم ضعيفه، بالتالي بياثر على عضلاتهم. طيب خلينا نشوف يوسف. يوسف شو رايك، راتب رائد الفضاء عالي ولا رخيص؟ لا عالي. ليش يوسف؟ لانه بيكتشف. حلو. بيكتشف عن الفضاء. حلو. بينبه العالم بده يطلع على الفضاء. كثير حلو، كثير حلو. شو كمان زين؟ ممكن اذا في اضرار فوق يعني بينبهون انه ما يطلعوا. طيب زيد ليش راتب رائد الفضاء عالي؟ بيعطي المعلومات وبصور الكواكب. طيب زيد بشر اسف. برايك ليش بيكون بياخذوا مصاري كثير؟ لانه عم يكتشفوا المعلومات. عم يكتشفوا المعلومات. عم يكتشفوا المعلومات. غيره بيعطوا للاطفال مشان اذا بدهم يطلعوا بيعطوا معلومات. غير المعلومات يعني. كمان بيقولوا انت لانه بيمرضوا. لانه بيمرضوا. كثير حلو، كثير حلو. كمان بنبهون انت رح تيجي شتا، بلكي انت رح يجي نيزك، انت رح تمطر هيك. طيب رح ارجع لكلامك زيد، شو قلت لي زيد؟ لانه بيمرضوا. هذا الكلام صح. رواتب رواد الفضاء عالي لانه بيعانوا من خطوره كثير كبيره باقلاع الصاروخ. تخيلوا انتم راكبين صاروخ من تحت بيطلع نار. تمام. ممكن يصير في خيط ومثل انفجار، ممكن يتفجر الصاروخ. عشان هيك بصيروا في كبسات مشان يعني تفك هدول الاعضاء عن المركبه. يعني في خطوره، لانه في خطوره فراتب رائد الفضاء عالي عالي عالي. طيب خليني بشر معك. بشر شلون بيختاروا رائد فضاء؟ يعني لازم يكون في شروط محدده بشر برايها؟ ايه. بشر دقيقه. ايه. كل واحد يكون من بلد عشان يكون عنده علم عن الفضاء. اذا نختار انا وياك رواد فضاء لازم يكون كل واحد من بلد. من بلد. ضروري. طيب كثير حلو. شو رايك زيد كمان شو الشروط؟ بده يكون يعني متدرب. بده يكون متدرب. متدرب على شو؟ كيف يعيش. حلو، متدرب كيف يعيش بالفضاء وكيف يأقلع. ويأقلع. ذكرني ارجع لهالفكرة يوسف. انه يكون شجاع ما يخاف، يحاول. حلو زين. انه اللي بيحاول بينجح يعني. طيب شو الشروط اللي لازم نحن ندور عليها حتى نختار رائد فضاء؟ نقلان يكون. شو يكون؟ لاشان.
نادرين يعني نادرين كثير بدهم يكونوا لهم معلومات كثير كبيره حتى يقدروا يطلعوا بالصاروخ. طيب شو قلت لي بشو؟ الاقلال يكون عشان يقدروا يحركوا الصاروخ. شو يعني اقلال؟ يعني عدد الناس بس افهم من بشر شو قصده؟ عدد الناس اللي يعني يكون عددهم قلال، رواد الفضاء قلال عشان يطلع الصاروخ، ملاحظة مهمة، اللي زيد؟ مشان كيف يقدروا يعيشوا ويأقلموا. تمام، مشان هيك لازم يكونوا قلال، شو زين اللي؟ في شيء بدك تقوله؟ يعتبر حوالي مليون؟ ما بعرف قديش والله بالضبط، ما كنت رائد فضاء لحتى أعرف، بس بتوقع غالي كثير. أكثر. تمام؟ بس خليني أرجع لفكرة، آلة زيد كثير مهمة. زيد كنا عم نحكي انه شلون نختار رائد فضاء، قال لي زيد انه يتدربوا، لازم يتدربوا على الارض يا زيد قبل ما يطلعوا على الفضاء صح؟ يوسف في مكانات مكانه خاصه انه مثلا بيكون جوا ما في جاذبيه لحالهم بيقدروا بيطيروا وبعدين بيطلعوا مع واحد خلي تمام قبل ما اسالك زيد خليني اشوف يوسف، يوسف اذا بدهم يدربون على الارض وين افضل مكان يدربون على الارض؟ بمكان غرفة كبيرة ما فيها جاذبية. طيب شلون بده طيب شلون بده يصنعوا غرفة كبيرة ما فيها جاذبية؟ هي هون الأرض موجودة. أماكن خاصة بيكون جواتها ما في جاذبية أو قليلة كثير جاذبية. ما فينا ما فينا يعني ما فينا نسوي هالشيء زين، ما فينا صعب. ممكن يتدربوا بالفضاء؟ بالفضاء بالمحطة الفضاء؟ بيعملوا نحن نبعتهم دقيقة زيد، نبعتهم لمحطة الفضاء، لازم يكونوا متدربين على الأرض قبل. وين في مكان زيد برأيك؟ يعني ايه اللي تحت البحر. برافو عليك، ليش اخترت تحت البحر؟ أو بيسبحوا لأنه تحت البحر يعني انه مثل الفضاء. تمام، شو بتعمل المي؟ ترفع. بالضبط يا يوسف كلامك صح، بيتدربوا رواد الفضاء بالبحر بالمياه، بيساوي لهم غرفة كبيرة مثل كأنه مثل مثل كأنه شيء من الأزاز كثير كبير، مثلا قدو قد هالغرفة بينزل تحت. تمام، وشوفوا شلون كانه بالضبط زين، وكانه عم يهوب بمحطه فضاء وعم يشتغل ويساوي كذا. طيب بشر، في مكان ثاني مثلا فينا نتدرب فيه غير اعماق البحر او غرفه مليئه بالماء؟ شو رايك يا بشر؟ وين بتشعر انت هيك او ما بتوقع؟ خليني انا اساعدكم فيها، يمكن ما حدا منكم حدا منكم سافر بالطياره؟ انا سافرت بالطياره؟ كنت صغير يعني ما شعرت. لما تطلع الطياره تشعرنا بحاله مثل انعدام، كانه مثل كانه قلبنا هبط. تمام، هي هي حاله الشعور بانعدام الجاذبيه، عشان هيك بيدربوهم بطيارات عسكريه كمان تهبط بسرعه، فشو بصير فيهم؟ بسرعه عاليه جدا يعني. تمام، طيب خلونا نتابع انا وياكم، ما كثير معنا بقي وقت، بس خلينا نقطر الموضوع. اتفقنا انه لازم يتدربوا منيح، لازم مثل ما قلت لي زين يكون عندهم معلومات منيحه. تمام، مثل ما قال لي يوسف ناخذهم على مكان فيه مياه. شو قلتوا لي كمان؟ التدريب لا للناس يكونوا. شو كمان عندكم برايكم؟ كمان اخذوا مني هي كان لازم يتدربوا. طب شو كمان لازم يكون رائد فضاء؟ اخذ خبره. اخذ خبره شو بش الاكل شوي قليل يعني انه ما تكون كثير ثقيله، يعني مثلك تكون نحيف مو هيك مشو؟ لا يكون الاكل قليل يعني انه كل ما احط اكل اكثر بتقل اكثر. لكن لازم يكون اكلاته قليله. يعني نحيف. سنين بده يطلع على الفضاء؟ لا. ليه؟ بيكون وزنه ثقيل. مظبوط، بكلفهم كثير. وبياكل كثير. ما بصير يطلع اكثر يعني لانه المركبه الفضائيه يعني الى اشخاص محددين، الى وزن محدد لحتى تقدر تاقلع، اذا زاد هذا الحد ما بتاقلع. طيب، سؤالي هذا كلام سليم، بس كمان ما في بهمنا كمان ملاحظه مهمه انه يكونوا صحتهم 100%؟ تخيلوا معي واحد يطلع على الفضاء يا بشر يا يوسف يا زين يا زيد ويكون مريض، وين اجيب له دكتور؟ نرجعه مثل ما قلت بشر صح يا يوسف؟ صح. فاذا لازم يكون حدا توفى هناك شلون بيرجعوا الارض؟ عيد سؤالها. بلكي حدا توفى هناك شلون بدهم يرجعوا؟ بتطلع في مركبه فيها شخصين او اكثر او ثلاثه او بكون فيها بيطلع. ليه زين خلينا نسمع جواب زيد. تفضل زيد. هي الشخص على المركبة الثانية وبيسوقها وبينزل فيها. تمام، هي حلل لك اياها. بكون فيها هي روبوت عواد الانسان. شو هي؟ بحطوا فيها روبوت عواد الانسان؟ بحطوا فيها روبوت عواد الانسان؟ ممكن، بس نحن ليش نحط روبوت؟ ما بدنا نشوف نحن تأثير الفضاء على الانسان؟ هلا انا معك زين، اذا بدنا نبعث حدا لمكان بعيد للمريخ لكذا ممكن نحط روبوت، ليش نبعث انسان ونغامر فيه؟
ممكن هداك ممكن يلقط صور، ممكن نخليه هنيك. تمام، مثل ما هلا في روبوتات على المريخ. ايه بيضلوا هنيك يعني بيقولوا لنا مثلا انت اللي حتنطر، انت اللي حتنزل، انت اللي حتنزل الاقمار الصناعيه. اللي يوسف الروبوتات اذا كانوا هنيك بيقولوا انه انت بيطلع في جو امن وانت لا. وين؟ بالمريخ. بالمريخ انت عم تحكوا على المريخ. لا ايه؟ هلا هدول رواد فضاء بيقولوا لنا انه انت حتنزل لا طبعا ما بيقدروا يشو ما بيقدروا يلاحقوهم، مو مهمتهم، في مهمه جهه ثانيه اسمها دراسه الاخطار والاجرام السماويه التي تهدد الارض، هي جهه ثانيه تماما. اللي بيت مين كان بده يحكي منكم؟ طيب كانوا عم يقولوا لي الشباب على رواد فضاء، اذا مرض تعال بشر نتخيل انا وياك رائد فضاء مرض، شو بنعمل يا بشر؟ يا بنعطي مصاري كثير لدكتور شان يطلع لهنيك او ممكن نبعثه. طيب بشر اذا مرض هلا وبين ما نحضر المركبه وبتطلع المركبه بدها تاخذ لك على القليل كم يوم؟ الشخص الثاني بيعتني فيه. الشخص الثاني بيعتني فيه كثير حلو. طيب اذا مرض كثير شو؟ بجيبوا معه ادويه خاصه بالمرض اللي معه. حلو كثير، في ادويه خاصه موجوده بمحطه الفضاء الدوليه، دائما في مسكنات، في امور خاصه، لانه مو بنفس اللحظه بيقدروا يقولوا له رائد فضاء تفضل انزل. عشان هيك رائد الفضاء لازم يكون صحيا 100% وقوي جسمه وقادر انه يتحمل الضغط بالفضاء. طيب برجع بسالكم واحد واحد بنهايه الحلقه، بشر لسه ناوي تصير انت ما بدك تصير رائد فضاء، هلا حبيت تصير رائد فضاء بعد ما شفت حياتهم ولا ساعتك ما بدك تصير؟ ساعتي ما بتصير. ما حبيت حياتهم؟ ما عجبوك؟ لا. اذا قلت لك بتاخذ مصاري كثير 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 اذا بتصير رائد فضاء بتطلع؟ لا الواحد بيطلع على حسب اللي بحبه الشغل. اه يعني مهما كان انت الشغل اللي بتحبه كل شيء. دوار ثواني زين، كل شيء بالدنيا. ثواني زين، اذا انت بشر بتطلع على الشيء اللي بدك تشتغل، الشيء اللي بتحبه مهما كان. برافو عليك بشر. زيد بدك تصير رائد فضاء ولا لا؟ لا ابدا حتى لو قلت لك كمان مثل ما قلت له لبشر بتاخذ مصاري كثير؟ لا. حتى اذا قلت لك بصير مشهور كثير 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 كثير؟ لا. ليه؟ لانه الشهرة دقيقة زين طول بالك، زين تفضل. لانه صحتي اولى من ما انشهر. صحتك اولى من ما تنشهر، وبالتالي بالفضاء بتأثر على صحتك وما بدك تأثر على صحتك. طيب يوسف شو يا يوسف بدك تضل، انت قلت لي بدك تصير رائد فضاء بعد ما شفت حياتهم، شفت تفاصيل حياتهم، لسه بدك تصير رائد فضاء؟ بطلت؟ ليش؟ لانه يمكن يصير معي مرض عين، يمكن يصير معي امراض. طيب يا يوسف كمان بالارض اذا اشتغلت مثلا مهندس ممكن تمرض، اذا اشتغلت طبيب ممكن تمرض، كمان انت بالارض معرض للمرض صح ولا لا؟ صح. طيب ليش ما عندك تشتغل رائد فضاء؟ لانه بقل نظري ما فيني اشوف منيح، برجع على الارض. طيب عم ناقشك يوسف، عم ناقشك. طيب بيشتغلوا بالكمبيوتر اليوم بيطلعوا على شاشه الكمبيوتر بشكل كثير طويل ممكن ينضر بصرهم. كمان ممكن اطلع شاب وارجع ختيار. تطلع شب وترجع ختيار كيف؟ لانه بالفضاء يمكن تضل سنين مو اشهر او إيه. اه قصدك تضل فتره طويله بالفضاء. طيب نحكي لك كمان انه يرجعوك على السريع، ما بتطلع؟ ابدا بطلت. اخر شيء زين شو رايك انت كمان؟ مصر تطلع رائد فضاء، رغم انه بدك تتأثر على هيكلك العظمي واهلك بده يشتاقوا لك وما عاد تشوف رفقاتك وما في لعبه طابه. لانه هذا هوايه وحلم كمان. حلم تصير رائد فضاء؟ أيه. طيب اذا قلت لك خلص اوكي انت حتصير رائد فضاء. أيه. لوين بدك تطلع؟ على محطه فضاء دوليه ولا على شيء على القمر ولا على شيء كوكب؟ على شيء كوكب. على شيء كوكب؟ ايه. ليش على شيء كوكب مو على القمر؟ عشان تكتشفون. عشان تكتشفون. عشان تكتشفون شوف شغلات جديده فيهم. عشان تكون اول شيء مكتشف. أيه. له. طيب اول ما تنزل على الكوكب الجديد وانت اول واحد نزل على الكوكب. أيه. شو بتعمل؟ شو بتقول وشو بتعمل؟ بكون بطلع بكون انا ثاني شخص طلعت على سوريا عشان هيك بترفع يعني سوريا بتشتهر اكثر. سوريا بتشتهر اكثر وبحط شو كمان؟ شو بتحكي؟ شو اول كلمه بتقولها؟ فكر فيها شو بتقول اول كلمه؟ بترفع علم بلادي. اول عمل بتعمله بترفع علم بلادك وبعدين؟ يعني بتسوي شغلات جديده. بتجيب معك حجاره من المكان اللي رحت عليه؟ ايه. شو بتعمل فيهم الحجاره؟ لمين بتهديهم؟ اول حجره لمين بتهدي؟ لاهلي. لاهلك برافو عليك. والباقي بصندوق. طيب ما بدك تعطيني ولا حجر الي حرام عليك. ايه.
تتذكر انه هذا الدكتور طلعني معه بالتلفزيون تعطيني حجره صغيره؟ شو قصدك نصهم؟ تعطيني نصهم خلاص اتفاق بيناتنا؟ زين يوسف زيد بشر انا بشكركم من كل قلبي، كنتوا كثير ضيوف حبابين معي وعلماء وافكاركم كثير حلوه، يا رب كل واحد منكم يحقق حلمه ونشوفكم باعلى المراتب، ويا رب يا زين تكتشف لنا شي كوكب وتحط لنا علم بلادنا الغالي عليه وترجع لنا حجاره منه لندرسها ونطور هذا العلم ببلادنا، اتفقنا؟ بشكركم من كل قلبي مشاهدينا الكرام، هذا كل شيء بحلقتنا اليوم، موعدنا بيتجدد الاسبوع القادم، الى اللقاء.